فنادق تخصص للسياحة الداخلية اللي هي بعتبرها تنمية مستدامة، اللي هو السايح ابن بلدي وجنبي واقدر اسوق له بطريقة سهلة، مش هتحايل عليه عشان يجي، لا انا هادي له فاسيلتي، انا انت تعالى معايا ابو 170 جنيه ده بقى ب 400 جنيه بس ادفع لي 50 جنيه كل شهر، انا لازم احل. فبالتالي الموضوع محلول، بس هيبقى فيه تظافر للجهود. المبادرة دي لو احنا برضو بنقلل الاعداد، يعني 60,000 دي احنا لو فتحنا جامد ممكن يجي لك 5,000 في اليوم. انت متوقعة طبعا فاني دولة هتقدر تدعم بالشكل ده؟ ولكن احنا بنطالب جميع الجهات المسؤولة، اذا كان وزارة السياحة ولا هيئة التنشيط ولا البنوك ولا رئاسة الوزراء، ان السياحة الداخلية نعم تنمية مستدامة. ما يجبش نهتم بيها وقت الأزمة زي ما حضرتك قلتي، ما يجبش المصري نقول له احنا عاوزينك وبعد ما يجي الشغل اللي من بره الانباوند خلاص شكرا انت بقى ارجع لقواعدك سليمة. لا هو هيحس كده بحي عشان كده انا فتحت ده بشكل واضح، يعني بقول لك شعور الناس يعني اللي بيتكلموا فيه. استاذ ايهاب المهدي عضو جمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، انا بشكرك كثيرا على هذا الحوار وبضم صوتي لصوتك ان تكون السياحة الداخلية هدف استراتيجي بشكل عام لدى الدولة طيلة العام وعلى المدى الطويل. شكرا لك، شكرا جزيلا على حضورك. شكرا. أشكرك. مشاهدينا انتظرنا في الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بساعة تقريبا لعرض جديد لحال السياحة مصرية وعربية ودولية والكثير من المناقشات والحوارات في المجلة السياحية. شكرا لك. كل شي فيها طيب، فيها حاضر، فيها طيب، فيها إدلاك كل حبة وفي القلوب الناس تطيب. نهار وليل مصر صحية تبارك فيها النوم، كنت ماشي في مصر الشريف.